اللي ما تيس روحنا قدام كده من الثنيات من هنا هنا كويس 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 طب طب قدام شيء بس اوكي وقف محلك هيدي كلابنا هيدا انتاجنا هدول اثنين تدريب الاخ محمد قدوخ برونو رويال بوانتر كنل طالع للجيرمان جاندوج للاخ محمد حلاوي الله يهنيه فيه وماتيس الجونيور كمان تدريب الاخ محمد قدوخ طالع للاخ محمد ميدو على الجزائر نحن بننتج الابطال وبنوزعها ما بنخلي الابطال النا وحكر النا وهيدي الكلاب تستعرض يعني وراثي بالدم مش كل الكلاب بتقدم هاي العروض عرفتوا كيف يا شباب كل الكلاب بتصلي كل الكلاب بتشم بتصيد بهدف الاكل بس مش كل الكلاب بتقدم هالعروضات هاي برافو برونو ناطرني لحتى اعطيك الامر عارف عم تطلع علي ايه عارف عم تطلع طلعك عم تطلع علي لاعطيه الامر طلعوا ماتيس هون منا انبطاحيه طلعوا ايديه برافو يا ماتيس شطور انت شاطر اما تصور كيف كعف ايده وعامل من ورا هيدي حركات ديال بوانتر هيدي حركات كلابنا بتتوارثها بالاجيال برافو برونو برونو ستوب ممنوع يعني ممنوع هلا احنا بس نعطيهم الامر رح يضربوا بس قبل لازم ندخلنا سيجاره ما بيصير يعني لازم في متعه عن جد هلا بدك تقولوا حمامه نحن برات موسم الصيد عم نحرك كلابنا اللي قادر يصور كلابه على الحمام ويقدم هيك عرض ما فيش مشكله يصورهم ما عندنا مشكله ابدا ما تنتقدونا اعملوا مثلنا وقدموا هالعرض ونحن قبلينين هادي قاعدة شاك خليك خليك صالي لا ممنوع وانت كمان شوفوا رفعت الراس هادي بس للرويال للملكي سلم ديتك اخ محمد قدوح فعلا انت اثبت جدارتك بعالم التدريب ترفع لك القبعة طبعا في ناس كتير عنا مدربين موجهين الضحية بس محمد كمان اثبت جدارته اليوم بعالم التدريب وعم بينافس صار وعم عم يطلع من تحت ايده ابطال هي برافو يلا راح يلا.